يعد موكيش أمباني واحدا من أقوى رجال الأعمال، ليس فقط على مستوى الهند بل على مستوى العالم. ولد موكيش في مدينة عدن ونشأ في مومبا، وهو أغنى رجل في الهند، ولديه اهتمامات تجارية تستحق التعرف عليها من خلال هذا الفيديو. ولد ببومباي في أسرة من الطبقة المتوسطة، وتربى في منزل بسيط مكون من غرفتين في مومباي، وكان ينتقل عبر وسائل النقل العام وبالكاد يحصل على مصروف له. خلال فترة الدراسة أولى موكيش اهتماما بالغا برياضة الهوكي، وفقد رغبته في الدراسة بسبب اهتمام مهاراته بهذه الرياضة. يعد موكيش شخصا نباتيا تماما، ومن أكثر الأطعمة المفضلة لديه هو شباتي الأرز، بل ولم يشرب الكحول أبدا ويشتهر بذلك. كان موكيش أمباني يتابع دراسته للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ولكنه ترك دراسته عام 1980 وعاد إلى بلده ليشارك والده في تأسيس مصنع خيوط البوليستر. هل تعرف ما هو لقب موكيش؟ إنه لقب موكو، ورغم شهرته عالميا لكن عادة ما يتم ملاحظة توتر وخجل موكيش عند استضافته في برامج عامة. أسس موكيش أمباني مصنع تكرير في جامنا جار، وبقدرة إنتاجية قدرها 668 ألف برميل في اليوم الواحد، ليصبح أكبر مصنع تكرير على مستوى العالم. في 23 أكتوبر عام 2006 افتتح السيد موكيش سلسلة محلات روليونز، والتي وصل عددها 700 فرع، ليبيع المواد الغذائية والمنتجات المنزلية المختلفة. وتساهم شركات روليونز الصناعية في إجمالي إيرادات حكومة الهند بالضريبية بنسبة 5%. رغم الغناء الفاحش للسيد موكيش أمباني، إلا أنه لا يتبع أي صيحات الموضة، وعادة ما يرتدي تيشيرت أبيض وبنطلون أسود، وتتسم ملابسه بالبساطة. يعد موكيش من عشاق حضور الأفلام السينمائية، وقد اعتاد على مشاهدة نحو 3 أفلام أسبوعيا. يملك السيد موكيش أغلى العقارات السكنية في العالم، وهو عقار أنتيلا، أو ما يعرف باسم أنتيلا باللغة الإنجليزية، ويوجد في جنوب مومباي، وقدرت قيمته بنحو 1 مليار دولار، ويتكون من 27 طابق وبه نحو 600 عامل. يملك موكيش سيارة نقل تشبه الأوتوبيس، تعد من أفخم السيارات الخاصة، حيث تبلغ قيمتها 25 كرور روبية هندية. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.